في غمرة الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، قام اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بزيارة عمل وتفقد بولاية الجزائر. رئيس الجمهورية وعند وصوله إلى القطب العمراني عثمان بالوزداد بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله حيا مستقبليه الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير السكن والعمران والمدينة، ووالي الجزائر العاصمة. إلى جانب نجل المجاهد الراحل عثمان بالوزداد الفقيد الذي اعتبره رئيس الجمهورية أحد مفجري شعلة نوفمبر الخالدة، الرجل الثوري الذي شارك في الثورة ضمن أولئك المناضلين الثوريين في الصف الأول في الطليعة ضمن مجموعة 22.